لآدم، أبو لآدم عليه السلام، العطاءات، وزوجه بسيدتنا السيدة حواء، وأسكنه الجنة، وخلقه بيده، وأسجد له الملائكة بعد أن نفخ فيه من روحه، فوقعت الملائكة كلهم له ساجدون بأمر من الله سبحانه وتعالى، فسجدوا لآدم، وكرمه الله سبحانه وتعالى، وأعطاه جميع العطاءات، وخرج إبليس عن أمر الله سبحانه وتعالى، فلعنه الله سبحانه وتعالى، وطرده، وجعله من المرجومين. فالله سبحانه وتعالى حضر أبينا آدم، هنا بقى إيه؟ التكليف والاختبار. حضر أولا أبينا آدم من حواء من أن يتبعوا الشيطان، بل وأمر الله سبحانه وتعالى أبينا آدم من حواء بأن يتخذوا الشيطان عدو، فإن الشيطان عدو لابن آدم، وعدو لكل مخلوق، بل هو عدو لنفسه، فقد طلبته نفسه. فهذا هو العهد الذي بيننا وبين الله سبحانه وتعالى. ألم أعهد إليكم يا بني آدم، ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. هذا هو العهد الذي بيننا وبين الله، ألا نعبد إلا الله، ولا نتبع خطوات الشيطان، ولا نكون مع الشيطان في أي شكل. فكان هذا هو الاختبار. فكان في الجنة آدم عليه السلام، فأتاه الشيطان يوسوس له. تلك هي الصلة التي يريدها الشيطان، فقال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، فأكل منها. هذا هو الخطأ الذي لا يريدون الله سبحانه وتعالى أن نقع فيه، وأرسلنا لهذه الدنيا حتى نتدارك هذا الخطأ. لا تتصل بالشيطان مهما وعدكم بملك أو جاه أو سلطان. فهناك فئة من الخلق وقعت عقدا بالدم مع الشيطان، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، هؤلاء عليهم أن يتوبوا ولا يكرروا الأخطاء، فإن الشيطان لا يعد إلا غرورا ولا يملك ما يعد به، فالله هو الملك الحقيقي. فيا كل من تعاون مع الشيطان ليريد بذلك ملكا أو شيئا، إن الشيطان لا يملك شيئا إلا ما آتاه الله اختبارا للخلق. فلا تتصلن بالشيطان بعد أن أخذ عليك العهد من الله سبحانه وتعالى بأن تكون عبدا ربانيا تقول بالله للشيء كن فيكون. بعد أن أعطانا الله العطاءات، كيف نترك عهد الله ونتعاون مع الشيطان الرجيم؟ فإياكم وتلك الصلة، فتلك الألف الاختبارية من الله سبحانه وتعالى لعباده. يقول الله سبحانه وتعالى من خلال عنوان هذه الألف الموصولة، ألف لام ألف ألف كلمة الشيطان، ألف ألف كلمة الشيطان، يقول الله سبحانه وتعالى من خلال عنوانها: لا تتبعوا خطوات الشيطان مهما وسوس لكم. السؤال: ولماذا يختبرون الله سبحانه وتعالى؟ لأن الله سبحانه وتعالى يريد منا إيمانا حقيقيا، ولا يظهر الإيمان الحقيقي إلا بالاختبار الحقيقي والنجاح الحقيقي. فكلنا مختبرون وفي امتحان. إنا خلقنا الإنسان من خلق دجاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. أعطينا العطاءات، الله سبحانه وتعالى أعطانا العطاءات ليختبرنا بحبه وإيماننا فيه، لأن الله سبحانه وتعالى يريد منا إيمانا حقيقيا. يعني
أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فإن بعد تلك الألف لام شمسية أي لا تنطق، وهي مضمومة في الشين التي بعدها أش، وكأن تلك اللام لا وجود لها فقد خرجت عن صفتها، وتلك صفة اللام الشمسية أنها تخرج عن صفتها إلى صفة الحرف الذي بعدها، فدخلت لام كلمة الشيطان على شين كلمة الشيطان، فصارت اللام والشين حرف شين ساكن وملتصق به حرف شين مفتوح، وكأنهما حرفا واحدا شين، وكأنهما حرفا واحدا مشددا ومفتوحا أشاء أشاء. فهناك اثنين شين، يبقى اللام اللام لا تنطق، ولكن تنطق الشين التي دخلت عليها تلك اللام، فصارت هناك بدل اللام شين ساكنة بجوار الشين المفتوحة، تكتب شين واحدة وعليها شدة وفتحة، تكتب هكذا ولكن تنطق اثنين ايه؟ اثنين شين، ويلغى نطق اللام فتكون فيكون نطق هكذا أشاء. وكأن الله سبحانه وتعالى يوجهنا لتلك اللام من خلال ألوانها أن هذا الشيطان يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه، يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. فالشيطان وحزب الذين وقعوا معه على البروتوكولات والاتفاقيات لدمار الخلق يرون بأجهزة معينة وبحيثيات معينة من يستهدفون، من حيث لا يراهم هذا المستهدف من خلق الله سبحانه وتعالى، والله يحذرنا. فتلك اللام التي تكتب ويراها المؤمن بقلبه لا تنطق، وإنما الذي ينطق هو الشين، وهو حرف من حروف الهمس، أي أن هذا الشيطان وأتباعه وقبيله يوسوسون لكل من يستهدفونه من خلق الله ليهلكوه وليدمروه. فقد أقسم الشيطان قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. لم يستثن الشيطان أحد من خلق الله سبحانه وتعالى، وهو يفعل كل ما يستطيع لغواية كل الخلق ودمارهم نقمة وحقدا من نفسه على كل الخلق، حيث قرب هو من رحمة الله سبحانه وتعالى، فلا يريد لمخلوق أن يكون مرحوما. أما المؤمن الذي اتبع سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم جد الرسول، فهو رحمة ممتدة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكل الخلق، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الشيطان لا يريد أن يدخل أحد برحمة الله، أما أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم وآل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم امتداد رحمة الله لخلقه بعد نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، لا يريدون إلا أن يدخل كل الخلق في رحمة الله وينغمسوا في رحمة الله، ويحب الله حبا ليس بعده حب. هو الذي أعطانا كل شيء، وهو الذي يملك لنا كل شيء، ونحن بدون الله لا شيء. فإنه لا إله إلا الله، فلا يتركن أحد من خلق الله المؤمنين الذين أكرمه الله سبحانه وتعالى عهد الله أبدا. إنما بيننا وبين الله عهد أن نعبده وحده لا شريك له، وأن نطيعه في كل ما أمر ونهى. سبحانك يا مولانا سمعنا وأطعنا. إنما قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا هو العهد. ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأنا اعبدوني
هذا صراط مستقيم، فلنستمسك بحبل الله وبصراط الله المستقيم. مهما وسوس الشيطان بشين كلمة الشيطان، ومهما همس في نفسك أو قلبك أو سمعك، ومهما أشار عليك بدنيا زائلة، فكل هذا وهم. الشيطان لا يملك شيئا. مهما فتح الله له من عطاءات بفتحة شين كلمة الشيطان، فإنه لا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. الشيطان لا يغرنكم بالله الغرور، فإن كل ما يفعله هو وهم ووسوسة وخداع لكل الخلق بتلك الشين المفتوحة، فإنه ذليل مهما أعطي من عطاءات. وكل من اتبع خطوات الشيطان واتبع الشيطان وتعاهد مع الشيطان فهو في ذلة بياء كلمة الشيء، فهو لا شيء، لن يستطيع مخلوق أن يفعل في كون الله إلا ما أراد الله، ولا يستطيع الشيطان وحزبه وقبيله وكل من تعالى